السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذا الملعب الجميل ملعب الزوراء راح تنطلق مباراة الأنيق وفريق الكهرباء. الفريقين قادرين أن يقدموا لنا مباراة ممتعة، إن شاء الله نستمتع بالمباراة، إن شاء الله نستمتع أيضا بالأهداف اللي أتوقع أن تكون حاضرة. كل التوفيق للفريقين الأنيق وأيضا الكهرباء. الفريقين يريدون 3 نقاط، وبالتالي راح نستمتع أكيد بالمباراة. خليكم ويانا، راح نتعرف على كل صغيرة وكبيرة تخص مباراة الأنيق والكهرباء فقط ويانا. ننتظر فريق الطلبة وأيضا فريق الكهرباء أنه يدخلون للملعب لعمليات الأحماء حتى نشوف استعدادهم، توقعاتهم، شلون يشوفون اللقاء قبل المواجهة. البداية مع الكابتن صباح جعير، ما بردان اليوم؟ أول واحد طالع، نورنا. الله يسلمك حبيبي كابتن، شلونك؟ إحنا أكثر أحوالك، صحتك. طلعت قبل الفريق، شوف الملعب يعني الجو حلو، نشوف الاجواء، يعني الاجواء حلوه ما شاء الله، يعني الجو ما نقول بارد كلش، يعني الجو طيب والاجواء جميله، وان شاء الله اليوم نريد نشوف مباراه يعني تليق بسمعه الفريقين. وتعرف فريق الطلبه، يعني انا اتمنى يعني بالنسبه لي باعتباره احد كادر او احد اعضاء الفريق، اتمنى اليوم ان شاء الله الفريق يظهر بمستوى جيد. احنا نريد، المهم يعني ما نريد يرجع الطلبة المستوايا، خاصة الموسم السابق يريد يرجع فريق الطلبة، فريق الاسم كبير، فريق جاي للمنافسة، مو بس للمشاركة، للمنافسة مع الأربعة الكبار، وإن شاء الله فريقنا قادر. يعني إحنا بوجود هاي الأسماء الموجودة أعتقد راح الفريق إن شاء الله يرجع للسكة الصحيحة إن شاء الله. اليوم يمكن الفريق تجاوز الخسارة القاسية والكبيرة أمام نفط ميسان، شفنا ويا زاخو يعني قدم ربع من، ما نقول كل مستوى، ربع من مستوى. اليوم بعد التوقف أكيد راح عندكم ملاحظات، أكيد أعطيتوا توجيهات للفريق، نشوفه اليوم مختلف. أنا بالنسبة لي يعني أعزي سوء أو تذبذب المستوى، عدم الانسجام، تعرف يعني يمكن التشكيله مالتنا اول مباراه بالدوري هي اول مره تجتمع كمجموعه، فيراد لها وقت. انا بالنسبه لي اريد الفريق يراد وقت، لان اغلب اللاعبين استقطابات جديده بالاضافه لوجود اولاد النادي يعني السابقين لعبوا بالموسم السابق. فريقنا انا اعتقد يعني عندي ثقه بفريقي، وانا اعتقد فريقي يعني العام جبنا كنا منافسين وحصلنا على المركز الرابع، انا باعتقادي هالسنه راح نكون افضل من الموسم السابق. تجاوزتوا الخساره القاسيه؟ ما هو قلت لك يعني احنا هاي الظروف اللي مرت بهاي المباراه، يعني لحد الان احنا منصدمين، ما نعرف شنو وضعيه ترهل الفريق، اللاعبين لا اباليه، يعني هواي تراكمات صارت. الحمد لله هسه يعني نوعا ما احس اكو روحيه، عادة روحيه الفريق، وحده الفريق، واهم شيء هاي وحده الفريق الحمد لله قاعد نشوفها موجوده بالتدريبات باللعبات الوديه. ان شاء الله اليوم ان شاء الله نظهر، يعني مباراتنا مع زاخو غطت هواي امور، فريقنا كان اقرب للفوز بالرغم من يعني رحنا فريق يعني نوعا ما شبه يعني نوعا ما مار بظروف صعبه، لكن الحمد لله تلافينا الخساره السابقه مع مباراه زاخو، يعني فريقنا شويه عاد من روحيته، عاد من مستوى. ان شاء الله اليوم نريد نشوف احسن مستوى، احسن من زاخو. نفكر اليوم ب3 نقاط، يعني اليوم فريق الكهرباء فريق مو سهل ترى، يعني انت شفته بالبطوله الاسيويه، شفته بالدوري، فريق يعني هسه يمكن من ضمن الأربعة الكبار. احنا فريق الكهرباء هذا الموسم يعني قاعد يعني الله يساعده يشارك بطولتين، هاي قاعد يصير عليه حمل وثقل، وهذا استنزاف للفريق وللاعبين. لكن يبقى يعني فريق الطلبه مهما يكون فريق اسماء فريق الكهرباء، لكن الاسماء الموجوده بنادي الطلبه على مستوى الكهرباء، واحنا كنا عندنا ثقه باللاعبين. ان شاء الله اليوم نفرح الجمهور، يعني نعيد شويه، نعيد الفريق الى السكه الصحيحه. سوينا سيطرة، لا بعيد على والله دابا لك لا لا بعيد عن موهبة كرة القدم. كابتن جميل احسن بسم الله الرحمن الرحيم. بالعكس هسه احنا فرحانين انه هذا الموسم يكون يعني بيه الفار،
وسوينا شيء مستحيل يعني بجهود الاتحاد العراقي وشركة عشتار أيضا شركة ميديا برو يعني سوينا شيء من لا شيء يعني صنعنا الفار إنه هسه نمارسه بالدوري بشكل عام وناجح. زين أنت مشرف مو؟ أنا مكلف يعني أتابع بالإشراف يعني تشوف ال أي أتابع الأمور اللوجستية التقنية بحكم إنه أنا أيضا أطلع يعني الاتحاد آسيا وأعرف. شنو الأشياء اللي شفتها مثلا أثرت على عمل البار؟ احنا نكون صادقين هو اكو معرقلات بس المعرقلات تكون من يعني من بعض الملاعب بالأندية. احنا موضوع الكهرباء موضوع التسهيل المهمه بالامور بعض الملاعب لا يساعدونا بهذا الشيء البعض القليل انه ان شاء الله همين راح يكون تعاون ويانا جهود الاتحاد العراقي ايضا بشخص رئيس الاتحاد والاعضاء. اكو كم ملعب لحد الان ما عندهم تقنيه البار؟ راح نشوف الملاعب كامل كل الملاعب بالدوري هسه بيها فار. ملعب البصرة أنا شفت اليوم مباراة نفط الجنوب ونفط ميسان بيها فار ما شفت. لا أنت ما تشوف الفار بس يجوز ما راح الحكم ما راح للحكم بس هو بيها فار. كل مباريات الدوري حاليا عندنا بيها فار كلها الحمد لله وشكر كلها بيها فار. يعني جهود كبيرة تبذل من قلت لك من الاتحاد العراقي من شركة عشتار يعني جهود ما أريد أبالغ بيها حتى يكون واحد يجامل لا بس جهود ما حد يشوفه إحنا خلف الكواليس ده نشتغل يعني عملني شويه اليوم اكو هواي حتى من الجمهور اجوزه لان احنا اول مره عندنا البار ما نعرف يعني بعد ما متعودين عليه هواي الحكم يروح للبار وهواي يتاخر التاخير من الحكم من الغرفه سيطره هسه ما اقدر اجاوبك عليه لان هذا يخص التحكيم ولجنه الحكام بس هي كشي بالبدايه احنا اكو تاخير بس بالادوار اللي راحت اللي بعدها بالعكس قلت التاخير والحكام كل التدخلات مال الفار كانت ناجحه يعني ماكو تدخل من الفار كان ناجح لا صحيح بس تاخير انا اقول اوكي ممكن يصير تاخير بس بالاخير يكون القرار هو منصف لاحد الفريقين واحنا نريد نرجع من وقت البيت تسوون اللعبه احنا مو قلت لك كبدايه سنه عن يعني فتره عن اخرى يكون اسهل واسهل واسرع يعني شنو الشيء اللي شفته غريب بالفار يعني بخصوص المباريات اكو شيء غريب صادفك؟ لا بالعكس هو الفار انه ده ينصف كل فريق يطيح حقه مو كعمل الفار لا يعني شغله صارت مثلا طريفه غريبه لا حقيقه ماك بس يعني تصير يعني امور طريفه بالعمل يعني مرات اي عاديه طبيعيه يعني مرات احنا يعني شلون يقول لك نربط كهرباء ما ندري من كثر ما دايخين المفروض نربطها على اليو بي اس نربطها على المباشر بعدين نتذكر نجي نعالجه يعني شغلات تصير بسيطه بس نعالجها الحمد لله والشكر. من اكثر حكم ترتاح له وتحبه كلهم زملائي اكيد انا لك واحد اكثر شيء فاهم وياك يعني اكيد صديقي نوار صالح ومساعد ايضا واليوم عنده مباراه ايضا انا قصدت اسالك هذا السؤال يعني عفوا صبا عبد لا استاذ صبا عبد استاذي وصاحب فضل علي يعني كان وما زال ويبقى هو صاحب فضل علي بكل شيء عبالي نسيتك لا صاحب فضل علي بالتحكيم صبا عبد حياتنا الله يسلم ساقين حبيبي احنا ايش الله يسلمك طبعا من زمان ما شايفك وحبيت اهنيك على الفريق على الاداء سواء الاسيوي او بالدوري انت اخ عزيز يعني انا مشتاق لك صار لي هواي ما شايفك الحمد لله يعني احنا نسعى بالممكن ونحاول نبقى دائما بصوره بس الامور مو سهله لان يعني الميزانيه ما راح ما جاي مثلا تتطور عندكم فلوس لا لا هاي دعاية هذا المستوى وهذا الفريق اللي نشوفه نحاول نحافظ على كفريق اللعب كفريق بس اللاعب اللي يطلع من عندك مو من السهل انت تحوظه صعب وخاصة اللاعبين شباب تجيهم أندية بمبالغ عالية في من حقه يروح يعني نتفهم احنا الوضع لكن صياغة لاعب من جديد يحتاج وقت ويحتاج يعني يحتاج هواي تضحية فالأمور مو سهلة احنا نعرف ورانا مشوار طويل وعندنا لاعبين عندنا فريق زين بس نحتاج ندخل بعد لاعبين شباب أكثر كل لاعبين بعد لحد الآن ما فهموا الأسلوب واللعب هم يحتاجون بعد شوية وقت لكن فريقنا الحمد لله فريق زين يعني أنت بالانتقالات الشتوية أكو لاعبين جدد راح ينضموا والله ما أعتقد يعني ما أعتقد نقدر نضيف يعني احنا نحب نعتمد على اللي نجيبهم يعني خياراتنا الاولى نثق بها لكن قلت لك يراد وقت يعني حتى من تريد تجيب بين المرحلتين جيب بس لازم تجيب على مستوى اعلى من اللي عندك على مود يصنع لك فارق والا ما بها فائده ان شاء الله. علي جاسم اكو واحد عوض غيابه؟
مستحيل. اليوم علي الحسن هو اليوم من افضل لاعبي العراق اذا ما يكون افضلهم هو، وكان يعني لاعب مطيع وبالملعب ويصنع فارق، فمن السهل انت تجيب لاعب يعوضه. لا صعب، احنا علينا الكهرباء بان نستقطب لاعب بحجم علي جاسم جاهز، لا بس ممكن نسوي، ممكن يعني ممكن نحاول نصيغ لاعب. احنا اليوم معاولين على اموري هاي الفتره، يعني عندنا لاعبين شباب بعد ما اريد اذكر اسمائهم، يعني ممكن نزجهم بالايام الجايه، ممكن يصيرون نجوم للمستقبل ان شاء الله. اليوم ضد الانيق، الانيق يعني اجى من خساره تغيير الكادر التدريبي، شفنا اكو يعني لمسات مع زاخر، اليوم مباراتكم ما تخرب من الصعوبه؟ هي اكيد يعني فريق الطلبه وفريق جماهيري وفريق محترم، اضافه الى السنه هو عاد عده مختلفه يعني عن السنين السابقه، جاب لاعبين جيدين، اعتنى بال يعني خلى نفسه بخانه المنافسين على الدوري، استقطب كوادر جيده، اذا كان الكابتن احمد خلف سابقا او احمد صلاح حاليا هم كوادر محترمه، واعتقد مجموعه لاعبين يعني اكو مجموعه لاعبين، اكو خزين جيد في فريق الطلبه، يعني منافس انا اعتبره لحد الان، احنا بعدنا بالادوار الاربعه الخمسه لكن بعد فرصة المنافسه بقوه موجوده، احنا نحترمه فريق محترم ونحترمه، من واجبنا ان نحترمه بالملعب من اجل نكون يعني نطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. ياسر عبد المحسن وسامة علي، من نشوفه راح يصير مدرب؟ اثنيناتهم. اما تقول اثنيناتهم لا. لا لا اثنيناتهم متمكنين. و من الاكثر؟ والله اثنيناتهم جيدين، يعني ثقافه عاليه ومتمكنين وعندهم مقبوليه، يعني اذا اكو فرصه ويتوفقون انا ما عندي مشكله. عادي تستغنى عنهم؟ لا مو استغني يعني بالعكس. لا لا اذا صاروا مدربين. اذا جت فرصه ويريد يحقق ذاته بان يعني يكون هو كمدرب انا ما عندي اي مشكله. انا على بالي تنحاز لياسر لان مهاجم وياك. لا بالعكس خو اسامه قبل ياسر اجى يعني. بس مو مهاجم يا اسامه. مو انت بتصير انت مهاجم وتجيب وياك مهاجم. نسيت هاي. اكو شويه تشنجات بالاعلام بالنسبه للفريقين، فريق الطلبه وايضا فريق الكهرباء، لكن هسه شوفهم واقفين اثنيناتهم سوا. تعالوا هنا، تعال حيدر. السلام عليكم. السلام. واقفين سوا، وليش بالجروبات انتم كلكم على خيام؟ لا شو ناس واقفين؟ لا خيام حبيبنا. ها راح يلطم. يكيف يكيف يبكي هذا. لا نصلي من هو فقير؟ فقير؟ خيام مجمد حاليا هسه بالطلبه مجمد. لا لين فقير حطيه؟ لا بالعكس هو اخونا وصديقنا بس مو فقير، كل واحد يقول له خيام فقير لا يعني ما يعرفه على حقيقته. بس على كيفكم وياه؟ بس احنا على كيفنا، احنا على كيفنا وياه، بس هو هم على كيفه ويانا. هو يعني شويه خليه يخفف، واحنا اليوم بس خلي نغلب الكهرباء طبعا ويدلل نخفف وياه وش يريد خيصه. بس الله يعينه هو. انت شنو قلبك راح تقصه بالنص شلون؟ طلبه وكهرباء فريقه والطلبه فريقه، ماكو فرق بين الاثنين ان شاء الله. وانا قلت لك الرابح الوحيد الحب الا اكيد اكيد النادي نادينا وتعرف انت عشت بيه سنين وعمر، يعني بدايتي من كنت لاعب بالفئات العمريه الى المكتب الاعلامي عملت وعملت باجتهاد مع اخويا وصاحبي الله يساعدك اليوم واحمد حطاب ووائل سكننا اول مكتب اعلامي بالعراق، لكن اليوم تعرف نادي الكهرباء نادي وبيت الثاني مثل ما يقولون، والتوفيق من الله للجميع ان شاء الله. يعني من يشجع اليوم؟ بالتاكيد انا فريق والكهرباء هم فريق، الطلبه والكهرباء فريق، فريق واحد. والله ماكو فرق، ثق بالله. اي ماكو فرق. انا هسه تركيزي ان شلون الله يوفقنا بالبطوله الاسيويه. البطوله بعد يعني مو مهمه هاي اللعبه. ثلاث ايام؟ لا هي مهمه. اذا اجت الساعه وماكو مشكله. الكل فايز ان شاء الله، المهم تطلع مباراه الكل فرحان بيها. احنا ادري ماكو فرق وكلتنا عراقيين وكلت، بس هسه اني اجي مو صحيح اني اجي اشجع عوف الوطنيات على صفحه زين كنا بالقلب هسه وبعدين كنا هسه عمل قول انا عمل هذا عمل الكهرباء اكيد اكيد اللي نحكي هو يعني قلبه ويا الكهرباء يقول انا قلبه وياكم وهذا، بس انا ما مقتنع بهذا الشيء. بس هو صوره وصوت راح يحكي. اي ما مقتنع. No comment. انت هسه قلبك نو كومنت نو كومنت نو كومنت لا تعليق. شلون الفريق؟ جميع ان شاء الله. والله الحمد لله يعني اكو تغييرات كثيره بالفريق رغم الاصابات، طبعا اليوم نعاني من تقريبا 4 إلى 5 لاعبين مصابين،
اللاعبين المنتخب الاولمبي وصلوا يوم الخميس، يعني مع العلم هم لعبوا قبل المنتخب الوطني يوم الثلاثاء. شفنا المنتخب الوطني وصل الاربعاء صباحا، لكن لاعبي طائرة خاصة للمنتخب. اي ما يخالف، بس احنا هذه هم اذية لنا، يعني عندنا يعني هذا قعدتوهم لانه العمود الفقري للمنتخب الاولمبي ونادي الطلبة نفس اللاعبين، يعني قعدتوهم لانهم مجهدين. لا هم راح يشاركون اليوم، يعني هسه لاوندي قاعد لاوندي اساسا ما سافر لان هو اساسا مصاب. اي لاوندي مؤمل، مؤمل ايضا عنده صار تمزق وايضا مصاب، لكن زيد راح يشارك، كرار راح يشارك، كرار محمد ايضا راح يشارك. ف بعد هذه الشغلات احنا نتمناها يعني بالمستقبل من الاتحاد انه يحمي اللاعبين. لا هذا المهم اقول لك كهرباء نفس الحاله، زوراء والجويره ما عندهم ولا لاعب، هم لا قصدي هم يسافرون جاهزين وعندهم يهيئون هذه المباراه البطوله الاسيويه، بس احنا ان شاء الله اليوم الفريق راح يكون جاهز، راح يكون عندنا مفاجاه اليوم طبعا بالتشكيله. اكو لاعبين راح يشاركون لاول مره، يعني راح مصعب جمال راح يشارك اول مره، لاعب ديالي ممتاز. نعم ايضا نهاد هو لاعب كبير انا اشوفه، لكن اول مره راح يشارك اساسي، يعني ما كان جاهز. فان شاء الله نتمنى الموافقيه طبعا للفريقين حتى لا يزعل، ونتمنى تكون مباراه يعني تليق بدوري المحترفين. والله انا قلت ان شاء الله الفوز لنا مو لهم، يعني شوف انا قلت اليوم ماكو يعني عذر انه نشوف لعبه حلوه، الفريقين عندهم امكانيات. نعم والله نعم. يعني لكن بصراحه الفريقين نشيل، احنا نبحث عن 3 نقاط حاليا، حتى هم يبحثون عن 3 نقاط، يعني ما انا مو مهم انه الفريق السحاري يعني يأدي، ممكن عندنا مجال بعد مع المدرب الجديد ان ينقل افكاره للاعبين، لكن 3 نقاط الظروف اللي مرت على الطلبة في الأدوار الأربعة، يعني كان لنا مثلا بالنا أكثر من شغلة أنه مثلا نطلع ب 12 نقطة أو نطلع كأقل تقدير ب 10 نقاط، لكن حصل ما حصل إن شاء الله تعويض قادم. يريد بس ال3 نقاط، يريدون أداء 3 نقاط لو بس. أكيد احنا تعرف احنا هاي برافا للمباراة الكويتي، الفريق بعد المباراة اليوم الفجر راح يسافر. إن شاء الله نتمنى لكم كل موفقين. الجميع إن شاء الله، فقلت لك احنا هاي المباراة قدام فريق بصراحة احنا كفريق يعني نبحث عن مباريات جماهيرية، إن المتعة تلعب قدام جمهور الطلبة. فهاي المتعة اللي عند اللاعبين بصلاح اللي شوف المفارقة الحلوة، اثنيناتهم للصلاح المدربين، لؤي صلاح وأحمد صلاح. هسه كنا نتناقش يعني منو راح يفوز؟ يفوز صلاح. صلاح يفوز صلاح. التعادل اللعب صلاح الفتلاوي خليه يفوز رئيس النادي. لا بس قلت لك هي إن شاء الله ما التعادل مباراة. لا إن شاء الله الفوز، إن شاء الله الفوز. تعادل مع فريق الطلبة إن شاء الله. والله أنا التعادل على مود خيام خطأ حتى لما يضوج. ماكو فرق. لا والله أنا قلت لك أنا اليوم الرابح. راح يتلب ماكو فرق، ماكو فرق. ماكو فرق والله، ثق بالله ماكو، أنا أحكي إياها قلبا ولسانا. ثق بالله ماكو فرق إن شاء الله. ماكو فرق تعادل. أما الكهرباء بزي الأبيض مؤلف من عمار علي بحراسة المرمى بالرقم 23، على اليمين حيدر رحمه 13، على الشمال بولناري 24، وزاهد ميداني القائد 16، عبد الله عبد الأمير 34، محمد سلام 19، نجم شوان 6، أنايل بارقة 11، ديمي داودة 10، أمور فيصل 8، ومحمود خليل بالرقم 90. الكهرباء بزي الأبيض والأسود على يمين الشاشة، وفريق نادي الطلبة بزي التقليدي الأزرق على يسار الشاشة. مع نفط الوسط وقاد أربيل، كرة عالية ملعوبة بالرأس، تبعد من نجم شوان وتزيده من مهدي، سهلة لحارس المرمى عمار علي، عالية ملعوبة الكرة بالرأس إلى ركنية لمصلحة الكهرباء، ركنية لمصلحة الكهرباء. ومرة أخرى الكرة من كرار زيد، وجول جول في آخر اللحظات في الثواني الأخيرة من شوط المباراة الأول، يسجل زيد تحسين هدف التقدم الأول للطلاب. زيد تحسين يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 48 من عمر المباراة، بالدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدل من ضايع، يسجل زيد تحسين اللي سجل الموسم الماضي في شباك دهوك ونفط الوسط وأربيل ونوروز، يسجل أول أهداف هذا الموسم في شباك الكهرباء. شوف كرار سعد على الطاير لعبها سريعة، وشوف اللاعبين المتواجدين في منطقة الجزاء، وكرة تمر على يمين الحارس عمار علي في الزاوية البعيدة. شوف الكرة
لا شوف، هو زيد ما كان بوضع تسلل اطلاقا، زيد ما كان بوضع تسلل. الدقيقه السابعه بعيده للجهه البعيده الى محمود خليل، محمود بالراس يتركها كرار الى ركله مرمى، ومعها راح تعلن صافره حكم المباراه نهايه احداث شوط المباراه الاول بتقدم الطلبه بهدف وحيد سجل اللاعب زيد تحسين بالدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدل من ضايع. الشوط الأول ينتهي لمصلحة فريق الطلبة هدف مقابل لا شيء، ننتظر الشوط الثاني وننتظر منه راح يفوز، الطلبة أم الكهرباء؟ خليكم يعني. شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الطلبة بالوقت القاتل برأسية زيد تحسين، تنطلق صافرة حكم اللقاء السيد علي حسين علي لتعلن بداية أحداث شوط المباراة الثاني. الطلبة على يمين الشاشة بزي الأزرق، جمع محاولة، كرة ملعوبة بارقة بين المدافعين و خطأ، هذا خطأ ركلة حرة، عنده بطاقة صفراء وعليه طرد. بعد أقل من دقيقة وهذا هو الطرد اللي يحمل رقم 14 هذا الموسم. طويلة هجمة إلى نهاد يحاول الآن هجمة للطلاب، هجمة عكسية للطلاب، نهاد شوف احنا باستثناء الهدف اللي سجل لا الكهرباء خطره والطلبه ولا الطلبه خطره والتحسين بالدقيقه 3 من الوقت المحتسب بدل ضايع في شوط المباراه الاول. داوود يلعب الكره خطره حارس والكره ترتد من زيد الى ركن كره حاول يمر وقع يلعب كره لاجب الكره لا محمد جواد جول 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 ويبدو رايو صفارة وتسلل، هل هو تسلل راية الحكم المساعد الثاني السيد نور صلاح نوار صلاح. شوف والله ما بيه أنا أقول ما بيه على كل حال يعني ما زلنا ننتظر وإياكم. وراح الحكم جول من البداية قلناها جول ما بيها تسلل إطلاق. هدف ثاني وأول أهداف محمد جواد هذا الموسم. مبروك. حبيبي الله يبارك فيك. صعب اليوم أخيرا راح نتباوس. وأنا جيت غير. لا والله هاي فريقنا يعني هو كان نقصة تسجيل بس فقط. حتى المباريات اللي خسرنا بها كنا ايضا يعني متفوقين الحمد لله والشكر. يقول اليوم يعني الشهيه انفتحت للمهاجمين وفريقنا ما شاء الله عليه يعني ان شاء الله ماشي بالطريق الصحيح وبارك لجماهيرنا. طبعا هذا ما يهمنا ان الجمهور هذا يكون سعيد وفرحان وان شاء الله الامور تبشر بخير في هذه المباريات. بشرنا ان الحارس والله حسن صار عنده اصابه كدمه بركبه المهاجم اللي انطرد على اثرها يعني صارت ضربه ببطنه وبضل عمالته فبالتاكيد يعني ما قدر يكمل وحاليا تدري نقلوه للمستشفى وان شاء الله اتمنى له السلامه. ان شاء الله شفاء. شكرا جزيلا. سويت اليوم للفريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك حقيقه للناس اللي اجتهدت بهاي الفتره القصيره. اعتقد توفقنا نوعا ما بالمباراه، كادت في بعض الاوقات فريق الكهرباء فريق محترم جدا يلعب كره قدم واحنا فريقنا غير جاهز. احكي لك صراحه يعني لعبنا وديات 2 تعادلنا مع الجولان وخسرنا مع الكرخ، لكن انا عندي ثقه بهاي اللاعبين بعد فتره وجيزه يعني ان شاء الله اعتقد الفريق راح يظهر بصوره احسن. انا اعتقد الفريق غير جاهز لكن الفريق غير جاهز قد مقتنع به بالفتره السابقه واجهت الكابتن احمد خلف عدم التحاق المحترفين عدم التحاق اللاعبين فالمعسكر الله يعينه كان ب 13 لاعب من ضمنهم 4 شباب 5 فالفريق غير جاهز. قلت الفريق قوي يجهز 100% مرور الايام القادمه ان شاء الله لنحاول ستيب باي ستيب الصعد الفريق، لكن انا ما بدي عصا سحريه راسا انطي بدني عالي او شيء عالي، لكن الحمد لله على كل. انا اعتقد بالفتره القادمه ان شاء الله نحاول ان نرضي هاي الجماهير حقيقه المتعطشه للعب الجيد. اعتقد ما ظهرنا بالشوط الثاني بالمستوى المطلوب، لكن انا بحثت عن نتيجه بالشوط الثاني والحمد لله رب العالمين.
كابتن مبروك. الله يبارك فيك حبيبي. الله يسلمك. هل تجيب لنا نار خوز على الفوز هذا؟ ما قلت لي كان جبت لك. الله يبارك فيك. الحمد لله والشكر. 3 نقاط مهمة بالنسبة لنا، نعدل وضعياتنا بسلم الترتيب وإن شاء الله القادم أفضل حبيبي. بعدين مطلوب نار خوز. إن شاء الله أنا أجيب لك. أي والله. وكيف؟ واحد. يلا هاي. طبعاً كلش معجب بك. أنا من زمان أرد أشوفك أقول لك أحسن مهاجم يعني من ضمن الأفضل، لكن ما أعرف أنت ما محظوظ ما أعرف. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شهادة أعتز بها. مثل ما تعرف بالعراق المهاجم اللي ما يسجل ما يعني الكل تحشي عليه، فأنا سبحان الله ماكو شيء بالمباراة ما أسويه. اتقاتل والعب اطلع احسن لاعب اللعبه سبحان الله الا سبحان الله التوفيق. تتحرك بدون كره احسن ما تسجل. الف رحمه على والديك. المشكله ما تخلي شيء باللعبه ما تسويه. فالحمد لله وشكر، هو التسجيل مثل ما رزق مثل ما تعرف، والحمد لله وشكر اليوم ما شفت يعني جول. اليوم سجلت ماكو حجه. والحمد لله وشكر الجول كان حلو صعب. فالحمد لله وشكر ان شاء الله الجمهور اهم شيء جمهور نفرحهم، تعرف جمهور الانيق مظلوم من زمان. احس عندكم ضغوط بال يعني من اشوفكم تلعبون حتى بالباص يعني مضغوطين، فريق مضغوط. اي تعرف استاذ لان احنا الانيق طلبه، مو تعرف مو اي فريق، احنا من 4 مباريات عندنا 4 نقاط هذا ما يلوق بينا احنا نادي طلبه. فطبعا نضغط نريد نفرح هذا الجمهور، نريد نرجع الثقه بنادي الطلبه. فالحمد لله وشكر اليوم اداء ونتيجه وان شاء الله المزيد ان شاء الله والكادر التدريب الجديد. كباتن هنا تناقشون هسه انتم لازم تفرحون قبل النقاش. اعتيادي فرحانين الحمد لله. هي كانت شده وان شاء الله فرجه جالت. اي وجالت يعني انا اعتبر يمكن اصعب مباراه النهايه، وان شاء الله راح تكون فاتحه خير. فريقنا خلاص يعني عاد وضعه الطبيعي، وان شاء الله راح قلت لك قبل المباراه قلت لك الفريق يعني انا قاعد اشوف بيه يعني اكو ملامح للعوده يعني، والحمد لله تحقق هذا الشيء. اكيد فريق الطلب فريق يعني يستاهل يكون يعني من ضمن الفرق الاربعه المنافسه الدوري، لكن مثل ما تعرف يعني بعض الحظ بعض المحالف كابتن احمد خلف والجهاز الفني معه، لكن احنا جينا يعني كابتن احمد صلاح نكمل ما بيده بيه كابتن احمد، واداره بصراحه اداره مثاليه، ناس محترمين وجمهور يعني هذا الجمهور ده شوفه انت يعني مازن الفريق يعني الجمهور حقه يزعل، الجمهور يطالب فريق بنتائج يعني يريد نتائج ايجابيه. فالجمهور أنا متأكد الفريق إذا يفوز يأدي أداء الجمهور يكون أكثر الساندين أكثر داعمين يعني إن شاء الله مباراة القادمة جمهور عاطفي أكيد طبعاً لا من حقه الفريق يحب إحنا كمدربين كي نتمنى فريقنا يفوز يعني أداء جيد هاي الحمد لله إن شاء الله الأمور زين. كابتن مهند تحملني شوي تفضل. اليوم أنتم عندكم زيادة عددية نقص الكهرباء، شفت الشوط الثاني متراجعين خصوصا اللاعبين الوسط ويا المدافعين، ما شفنا يعني استغليتوا يمكن يعني لو غير يعني لو مستغليها بالفراغات الموجوده يمكن تسجلون 4، لكن تراجع غير مبرر. اجاوبك اللي شيء واقعي. شفت كابتن احمد سوى؟ شفت سوى التغييرات؟ مهاجمين 2، اذا شنو صغير مهاجمين 2؟ حاله هجوميه فريق نقص لاعب، لكن هاي حاله لا اراديه، الفريق اللي عنده نقص يصير عنده دافع اكثر، ممكن اللاعبين يعني اللاعب يصير بلاعبيه يعني. يضعف فريق خسران ما عنده شيء خسره بعد فيضغط، هذا طبيعي جدا. احنا يمكن انت لو بوضعكم الطبيعي ما تتراجع، ونفس الوقت حاله لا اراديه للاعبين فايزين يقول لك احنا نحافظ على احنا يعني كابتن احمد صوتنا راح يعني كابتن كنا نصيح اصعدوا يعني ما طلبنا يرجعون، بس هو اللاعب اوتوماتيكيا يعني على الامور هاي يعني الناس الفنيين اكيد يعرفون، الناس تعرف انه الفريق يعني حاله لا اراديه، احنا طالبنا الفريق يسعد، وذلك التغييرات يعني خير دليل انه بدلنا كابتن احمد 2 مهاجمين، احنا نريد بعد نزيد غلب الهدف والحمد لله توفقنا يعني بين الهدف الثاني اثنيناتهم واحد صنع واحد سجل. اكيد يعني هاي التغييرات يعني احنا هذا اللي موجود، بس اللي صار يعني تعرف فريق خسران ما عنده غير شيء بس يهاجم يعني كرات شفت يعني اللعب المناوره الطويله هاي يعني تطلع اللاعبين اكثر اللاعبين اوت، فلازم الفريق اوتوماتيكيا يرجع الحاله الدفاعيه اللي صارت يعني بين كل الفريق ان يحافظ على الهدف. الحمد لله الله وفق مباراه اليوم وان شاء الله القادم افضل. الحمد لله. انا عندي اعتراض على الكادر التدريبي. شنو الطلبه؟ على شنو؟ كل مهاجمين. اليوم هذا كلك والله. مو حتى المشرف يعتبر من المهاجمين. لهذا نشجع دائما نشجع الاهداف. مدافعين غير مدافعين. اريد الواحد واثنين طلبه معروفين من قبل يعني الناحيه الهجوميه عندهم مميزه. الناحيه الدفاعيه شلون؟ الناحيه الدفاعيه يعني تعرف انت مرات انت حاول تسجل.
يعني صعوبة تسجل بس بسهولة ممكن تبني بس بصعوبة تقوى. بس احنا لهذا نشجع على الجول، لهذا نشجع على الجول. ممكن الاخطاء نقدر نتلافاها ونقدر نصححها بس بالهجوم لا كابتن ما نقدر يعني. ما عندنا اللاعب اللي نعلمه يحبون المهاجمين بس كابتن لا تنسى تسجيل الهدف. لا تنسى فريقنا يعني جاي بوضعيه نفسيه يعني فريق تعرف يعني مضغوطين حتى كانوا ممتازين كل مباراة اللي يعني مكان كابتن احمد خلف بس الحظ محالفهم يعني شفت فرص بتصير يصير عليك اهداف فريق يعني نفسيا تعرف خسارة عند الكل احباط لكن الفريق ان شاء الله يعني بدا يعني يتعافى ان شاء الله والقادم افضل ان شاء الله ان شاء الله. انا عندي موعد ويا فيتر طارق طارق يا سامي طارق الله يحفظه ماكو ابن اختي لا موجود موجود انت شايف فيتر ما يتحكي حداد ما صدر زين والله يوم يهدف صديق غيبي صديقه دائما يما انت روح ايش هو قاعد يسمعك لا راح يسمعك هذا طارق هذا صديقي ومو بس ابن اختي يعني صديقي والله اي طرقي ورده ابو زياد ده ما يشجع الطلبه لا لا طلابي بالعكس هم كلهم وياي كلهم وياي العشيره كلهم 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 طلابيين جويهم اكيد لا طبعا بس هم بالنسبه لي وين ما اروح انا واحنا طلابيين اكيد اسمك لنا لاعبين الحمد لله زين عندنا يعني بعد اذا تريد تصلح سيارتك يما الجماعه الطلبه قلت له بعد الكابتن مو شرط مو شرط الجماعه الطلبه هاي مو شرط بينهم يا صباح مو شرط يجيب فلوس بلاش منعكم موفقين ان شاء الله حبيبي كابتن موفقين. الأنيق يكسب الرهان ويفوز على فريق الكهرباء هدفين مقابل لا شيء. استمتعنا بالمباراة استمتعنا بالأهداف اللي سجلت مبروك ألف مبروك للأنيق هارد لك لفريق الكهرباء. ألتقيكم في منافسات قادمة من منافسات دوري المحترفين. قبلوا تحياتي تحيات المصور حيدر نسيم مع السلامة.